ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة. الكلام النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيبقى على محاضرة Very Concise عن Precautions Related Interventions in Admitted Renal Patients. هي Practical أكتر منها Theoretical، يعني الكلام mainly Practical Guidelines، ويمكن هيبقى اللي أورينتد بيها أكتر النواب، ويمكن أكتر النواب كمان اللي عدوا على لفة الكلى أو اللي احتكوا بعينين كلى. هو أكتر ثلاثة Interventions Related in Admitted Renal Patients هم الكيدني بايوبسي، الفاسكولار اكسس ريتد انترفنشنز، واليوروسيرجيكال انترفنشنز. يعني هم دول ثلاثه مين ايتمز اللي هنتكلم عليهم ان شورت تو ذا تارجت، يعني تارجتنج تو ذا بوينت. اول حاجه الكيدني بايوبسي. الكيدني بايوبسي هي اكتر حاجه بنتعرض لها في الوحدات وفي وحده الكلى نفسها، واكتر حاجه النواب بيحتكوا بيها، واكتر حاجه بعد كده بنلاقي فيها حاجات ليها علاقه بالتحضير وبالكومبليكيشنز. اهم حاجه هاو تو مينيمايز ذا ريسك اوف بليدنج، لان في النهايه ذا بليدنج ان كلوز سبيس. الكدني مش مكان مفتوح على الشارع، مكان مستخبي جوه بطن العيان، فلو لا قدر الله حصل اي بليدنج في اي وقت وباصد ان نوتس بالفيزيشن او بالحد اللي متابع، هتبقى مشكله كبيره، لانها مش بس ممكن تؤدي للكدني لوس، لا دي كمان ممكن يعني تكومبليكيت البيشنت لوس من الانيميا. فبنعمل ايه؟ العيان اللي بيتحضر للبيوبسي ممكن جدا جدا يحتاج غسيل قبل البيوبسي او بعدها كمان، نبقى عاملين حسابنا ان احنا بنغسل بوش مش بهيبرين. هو الديفولت ان الغسيل بهيبرين، المفروض ان اي عيان بيغسل بهيبرين عشان نمنع حاجه اسمها كلوتنج اوف ذا فلتر، تجلط الفلتر. ولكن لما بيكون في عيان هيعمل انترفنشن سواء بيوبسي او غيرها، احنا بنغسل ساعتها بوش. الحاجه الثانيه ان العيان لازم يكون كيبت بلاد بريشر نورمال within percentiles، يعني مش بس رقم ابسوليوت كده علشان نبقى متاكدين ان هو مش هينزف من الهايبرتنشن. ولازم نحط في اعتبارنا ان العيانين اللي بياخدوا ادويه ضغط مش يستحب خالص ان هم ياخدوها immediately after before the procedure، لان لو ده حصل احنا بنعمل temporary reduction of blood pressure، وبعدين بعد ما العيان بيعمل البروسيدور بيحصل bleeding او rebound bleeding، ودي مش حاجه المفروض ان احنا ناخد بالنا منها. الحاجه اللي بعد كده الروتين لابوراتوري داتا اللي هي تشمل السي بي سي والكواجيشن بروفايل. بعض الناس بيبقوا موافقين ان هم يشتغلوا بمجلو من 8، ولكن الجايد لاينز بتقول ان السيف ليفل شود بي اشورد زي هيموجلوبين ليفل 10. الكواجيشن بروفايل طبعا المفروض ان هو يكون ويز نورمال ليفل. البليتلت كاونت بس هي اللي عايزه اتكلم عليها شويه، لان البليتلت كاونت دي مهمه عشان في حاجه اسمها بليدنج ثرومبوسايتوباسي، او في حاجه اسمها بليتلت ديسفانكشن نتيجه اليوريميا في عيانين الرينال. فمهم قوي نتاكد من حاجتين، بليتلت كاونت نورمال، وحاجه اسمها بليدنج تايم نورمال. بليدنج تايم ده بيبقى افكتد في العيانين اللي عندهم رينال امبيرمنت او امبيرد كيدني فانكشن. اسوء الاحتمالات العيان بالغلط اضطر ان هو يغسل بهيبرين، فاحنا بنعمل حاجه اسمها ندي انتي دوت للهيبرين اللي هي بروتامين سلفيت، والمفروض ان الدوز بتاعته 10 مللي جرام لكل 1 مللي جرام لكل 10 انترناشونال يونت هيبرين. لو العيان ضغطه عالي واحنا متوقعين انها حاجه ريليتد لوايت كوت هايبرتنشن، اقيس الضغط في انذر اوكيجن، اغير الظروف المحيطه في العيان. لو العيان البارامترز بتاعته سي بي سي او كوبليشن مشكله، لازم نخلي فيه ريسكيو ثيرابي لان هي دي احسن حالاته الوحشه، فساعتها بحضر احتياطي بقى دم وبليتلتس وبلازما على حسب الحاجه اللي فيها افكشن، وطبعا بيضمدي هاي ريسك كونسنت. بالنسبه لليوريميك ثرومبوسايتوباسي احيانا كتير العيان بيكون بليدنج تايم بتاعه مطول اكتر من 3 سكند ب 3 مينتس، ولو انا مضطر ادخل عيان زي ده فبقلل بليدنج تايم عن طريق ان انا بدايلايز، يعني يبقى الحل ساعتها الغسيل، لان الغسيل المفروض ان هو بيقلل اليوريميا وبيقلل اليوريميك ثرومبوسايتوباسي. فده الحاجات اللي الى حد ما بتقلل الريسك اوف بليدنج في عيان البايبسي. الحاله الثانيه اي هاف تو يعني لازم تتاكد we have to rule out active infection, not to disseminate the infection while performing the procedure. We have to revise the indication with the responsible staff and prepare the needed biopsy preservation material. And this is very important, not only to take the patient to the biopsy room, you have to know why your patient is doing biopsy, to know what is the tissue will be preserved in. For example, for patients with steroid resistant fluid syndrome, almost always light microscopy is enough. And that's why one pool is usually taken, one enough pool. And that's why also we prepare a tissue of formalin only. Sometimes we need to do immunoperoxidase or immunofluorescence, which is the other side of the coin from immunoperoxidase. Immunoperoxidase to see if there is some immune deposit in the tissue. The more accurate is immunofluorescence, which means to prepare a tissue there before performing the biopsy. If not available, it's okay to perform immunoperoxidase, however, it's less accurate.
And finally, if patients with, for example, recurrent blood hematuria, it's only diagnosed by electron microscopy. So we, in this case, we will need glutaraldehyde before repairing the lesion. We have to make sure that there is no allergy to certain sedation or medication before going with the patient to the biopsy room. And we have to perform consent and paper form, and that's routine work. This is the procedure which is kidney biopsy. The patient usually lies in his abdomen, incurves his abdomen, and this is the site of entry. It's usually ultrasound guided, and usually we take from the corticum medullary junction, as we have seen today now, which is the sample adequacy. You have to know how the sample is adequate. Usually it has some mosaic appearance to make sure that there is some volume in this tissue, and sometimes we have a look with the magnifying lens to make sure that there is glomeruli, usually under the microscopy. Then that 10 glomeruli means that the biopsy is not significant. That's because some focal lesions, as focal segmental glomerular sclerosis, will not appear in patients with biopsy specimen greater than 10 glomeruli. We should take the biopsy, as I have said, from the cortical medullary junction to have glomeruli of the cortex and the initial of the medulla. Sometimes we order specifically what are the needed screened antibodies or complement in the immunofluorescence or immunoperoxidase, and that depends on the suspected pathology of the patient. We will go back to the end point. احنا عاملين بايوبسي ليه؟ يعني هو دايما بنرجع لنفس النقطة، احنا عايزين بايوبسي ليه؟ يعني we have to verify the indication. According to the indication, we will always choose the material we will take the biopsy on and the order the immunofluorescence. For example, patient with cystic fibrosis or patient with IgG, we will order specifically these immunoperoxidase and immunofluorescence parameters. يعني احنا بنطلب، احنا بنقول احنا عايزين نعمل immunofluorescence لايه؟ مش بنسيبها كده مفتوحه، وكل بارامتر فيهم لوحده بيبقى ليه ستيم مختلف. And that's why we should know for which we do biopsy to know or to determine which parameter we will give. مثلا عيان نقشون لاين او عيان IgM بروجرام، احنا هنوردر في immunofluorescence احنا عايزين IgM. عيان لوبس، اللوبس معروف ان هو معاه بيكتشر اوف فول هاوس في الميونوفلوريسنس، فول هاوس ميز ان بتعدي ريتشن لكل الانتي بوديز وكل الكومبلت. يعني نعملها سيمتوم وايز، يعني حضرتك تقولي لي في قصه مثلا هنا جانب هيماتوريا مثلا شكيت في اي جي، يعني تقولي لي الانيشال على مستوى اللي هو السيمتوم وايز بتاع الام دي والماست. تمام. تمام؟ يعني ايه الحاجات اللي تخليكي تشكي مثلا ان دي تبقى فيها كذا؟ For example, patients with recurrent blood hematuria. Those patients almost always will not diagnose by light microscopy. And they almost always will need electron microscopic examination. As we know, the most three causes of recurrent blood hematuria are the IgA nephropathy, Alport syndrome, and thin glomerular basement membrane disease. Thin glomerular basement membrane disease is a very, very benign presentation. The patient with the recurrent blood hematuria was a very annoying to the parents. يعني even though ان احنا بعد البيوبسي انها invasive procedure we sometimes we don't give medication just follow up, but it's very annoying to patient that the patient had hematuria. So these findings will not appear on light microscopy, and electron microscopy eventually will be needed. For example, patients with IgM nephropathy, those are patients who present with hematuria, as we have said, بس احنا بن suspect actually يعني لو عنده extra renal manifestation زي راشز او بيربرا او ارثرايتس ممكن يكون بارت من نقش اللاين بيربرا. ولو اكتوالي مؤخرا بدأوا يقولوا انها مش انديكيشن في البيوبسي قوي لان الناس بتدايجنوز اكتوالي كلينيكالي. بيشنتس ويز اي جي جي او سي سي دول غالبا بيشنت اوف ار جي ان رابيد الروس مونوكايتس بيشنت بريزنتنج ويز رابيد ايفاليشن اوف كيدني فانكشن يوجوالي معاهم يونر سيدمنتس يوجوالي معاهم هيماتوريا جرانيولار كاست and usual amount of consumption in serum complement. Why is it important to him? Consumption in serum complement is an indication to ask for complement in immunofluorescence immunoperoxidase. And غالبا هو consumed في السيرم فديبوزيتد في الكيدني، وعشان كده احنا بنشوف في الكيدني الاميونوفلوريسنس او الاميونوفلوريسنس. كان يعني في واحد ثلاثة وأربعة واحد ثلاثة بس يعني كومبلمنت ثلاثة لا هو احنا كونسامشن مثلا لوبس والتاني بوست هو الفيس اللي البوست كوما اللي ديبوزيتد كومبلمنت هم كومبلمنت سي 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 وغالبا حتى ايه في اللوبس بس في اللوبس بيكون بقى فيه كام اربعة معايا ولا مش لا يعني مش كياس بيهمني هو احنا حتى مش بنطلبه كتير يعني اكيد مش بنوردر سي فور ديبوزيشن في الميونوفلوسيس
هو دايما سي 3 وفي معاه الاي جي جي واي جي واي جي ام ان هم دول كل تقريبا معظم الامير لوبين وبيبقوا دول زاد الكاركترستيك يعني كلهم في اللوبس. لكن بقى ايش اذر ديزيز ديبندنج مثلا سي هو بس كان اربعه كنا بنسلبه يعني عشان ما بيبقاش كونسيوم سيرولوجي بس حد سيرولوجي بتكلم عن سيرولوجي لا سيرولوجي نطلب طبعا بتكلم على البيوبسي لا انا بتكلم على سيرولوجي سيرولوجي حضرتك برضو الجزئيه دي مهمه جدا انت حضرتك كنيفرولوجي هتطلبي انا بس بتكلمهم على دول داخلين امتحان ام دي ومصر فا يعني ايه الحاجات الكلو اللي تبدا توجه يعني هنا طبعا البوست ستريبتوكوكا هيبقى سي 3 بس في السيرولوجي لكن الاربعه تبقى نورمال لكن في حاله اللوبس هيبقى 3 و4 الاثنين هيبدا تفكيري يتوجه لقصه الايه هو احنا اكشولي السيرولوجي اوردر دي اتصاص سي 3 ان سي 4 وده اصلا يعني ده فيري كلو ده انا بس عايز اضيف حاجه لحضرتك ان هي الجنرال بيدياتكس اللي بيمتحنوا فيه في الماستر والام دي مش مجموع السب سبيشاليتي يعني في اجزاء كتيره في السب سبيشاليتي خاصه بالسب سبيشاليتي بره المقرر بتاع الماستر والام دي فيعني احنا من اللحظه اللي هو بيجي لحضرتك وتبداي تطلبي حاجات للالكترو مايكروسكوبي هو يعني هو اخره رينال بايوبس يعني هما كده طبعا متعقدين مش فاهم قصدي؟ لا بنطمنهم ان الدنيا احنا الحاجات اللي بيشوفوها في عيادتهم على مستوى الجنرال بيدياتكس. اوكي؟ هو ده الكترومايكروسكوبي قلناه واللوبس نفرايتس ده الكلاس بتاعته عشان كده اتس امبورتنت تو بيرفورم لايف اند الكترومايكروسكوبي يعني نيوروفريسس لان بيز على ده هنعرف الاميون سبشن اللي هناخدها بعد كده فور تريتمنت اوف لوبس. اخر حاجه once the patient performed the biopsy we have to be closely observed for at least 3 or 4 hours the major complication of the procedure is bleeding وطبعا زي ما قلنا it's a closed space and that's why bleeding can be seen and that's why it's very risky avoid early eating عشان vomiting اكيد يبقى واخد sedation it's better to insert IV fluids to wash the blood if any blood clot in the kidney The first urine output sample should be monitored and have seen, and ultrasound assessment of the bladder and the perinephric collection, if any. And if so, we have to consult the senior for further intervention, including Doppler, or to ensure that the blood is not supply, or any vascular injury, or CT angio. And this is for the kidney biopsy. The vascular axis actually it has several sections, and that's why I said very briefly. We have to minimize the risk of bleeding by the same procedure we have taken in kidney biopsy. Apart from, we usually we don't do routine labs, including CBC or coagulation in patients with urgent temporary vascular access. We have to do Doppler study of CT angio before insertion in patients with complicated cases, and these patients are usually seen in the nephrology department rather than the general ward. CKD patients with difficult vascular access will eventually need insertion with interventional radiology team. We have to optimize the patient legs before inserting this line, and that's why usually patients will need that before. Chest X-ray after insertion, verify the CD line and exclude complications. The right side of insertion, as we have seen, has short access to the has longer access to the heart. Rather than the left side, shoulder axis, the right jugular passes to the right, normally to the superior vena cava, and that's why we choose the caliber and we choose the length of the catheter depending on the weight of the patient and on the side insertion for this catheter. And take care if you change the catheter of guide wire, use a larger one, not a smaller one, to avoid vascular leakage. The last intervention usually have seen in clinical practice is urosurgical intervention, mainly in patients with obstructive neuropathy. Obstruction could be at any level, through urethral valve or vesicular or urethral stenosis. It could be vesicular pleural reflux, could be pulmonary junction obstruction or obstructive stone. In those patients, POV or urethral obstruction specifically, we have to insert the catheter
and we should not remove the castor until permanent drainage for this bladder should be assured by the zygostomy. For example, a patient with reflux or dentary junction obstruction or obstructive stool usually insert a stent after removing the obstruction to ensure adequate drainage of the lumen to protect the renal parenchymal tissue. And the presence of obstructive uropathy increase the risk of UTI. In addition to the presence of the stent, increase the risk of UTI for those patients. We have to perform X-ray abdomen and pelvis to ensure the position of the ureteric stent. We have to perform fluid balance for those patients. We have to perform electrolyte replacement to avoid hypokalemia, hypophosphatemia, hyponatremia from repeated losses in urine, and to be continued till the patient establish adequate oral intake or concentrate the urine. And that's it. Thank you. Thank you.